صباح الخير عليكم على البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صراحة. مع ما كنت باغا نبدا هاد الفيديو بحال هكذا، وكاين شو غنقول لكم. انا كنعتبركم خوتي. عرفتي نت الصباح تخلعت 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 و عرفتي اكثر، هي ما بقاتش حدايا ماما. كانت صراحة ملي كيمرض ولدي ولا شي حاجة كنتشاورها، كان كتمشي معايا للطبيب. عرفتي ما نعاود لكمش تخلعت ولدي، راك عاودت لكم داك الكاجو اللي كلا كان غيقتلو بحال ليه في الحلق ديالو البنات، وبدا كيرد كيرد. وش غنقول لكم؟ غتقولي علاش ما ديتيش الطبيب في الليل؟ ما عادي يعني تقيه عادي، سحب لينا زعما صافي تسرطات ليه، يشرب الماء كلها عادي. في الليل تخنق ليا بزاف بزاف وصافي. والصباح دابا غادي نديها الطبيب. ما كتشوفو ديتو للطبيب، صراحة ديتو طبيب بريفي، ما ديتوش للمستعجلات. الطبيب هذا صراحة فايت دوزت عنده، وصراحة كي دوز ليه مزيان. وكما قلت لكم تخنق ليا، يعني بحال تقولوا بحال تقولوا حساسية، يعني تخنق بديك هوبس درو بدا كيزوي تخلعت. المهم دابا انا غندوز ليه، غيدير له ايكوغرافي وان شاء الله يكون خير. ايوا هادو هما الدراري البنات. انا صراحه ولفت، غادي يبان لكم عادي، ولكن بديت كنولف شحال هادي صراحه. راه كنت كنبقى نبكي وكنتخلع، ولكن دابا صراحه ولا كيجيني، ماشي كيجيني عادي، ولكن بديت كنصبر. المهم كيفاش داز هادشي ديال الطبيب؟ وهذا كما قلت لكم معتمد بالله، عاودت لكم كلا الكاجو وحلات ليه في الحلق ديالو، بدا كيرد عادي كاع الناس كيوحل ليهم. درت ليه الاسعافات، انا بحكم يعني عندي الهلال الاحمر، درت ليه الاسعافات البنات تقيه، واخا ما خرجش هذيك الكاجو. المهم تقيه كامل داكشي اللي في المعده ديالو، يعني 100% غادي تكون هبطات ليه. صافي وديتو دوزت ليه. في الليل تخنق بزاف بزاف، كنوريكم الدواء اللي خديت ليه. بدا كيكهب صدرو تزير، بحكم انايا ازماتيك غير شتو بدا كيزوي. ما نعاود لكمش البنات، بقيت كنبكي كنبكي، فهمتوا؟ انا معقدني هذا المرض، عندي عقده صراحه، هادشي ما بغيتش نقوله، ولكن صافي. المرض عادي، المرض ماشي عيب. وحنا يعني اللي ما خرج من الدنيا باقي ما خرج من عقيبه، يعني راه كاينين الناس اللي عندهم اكثر مني هذا المرض ومعايشين معاه وعندهم امراض مزمنه. فانا الحمد لله هادشي اللي ورثنا الام ديالي، يعني بحكم حتى هي مريضه فهذا عادي. وانا خفت لي ورثها مني، واخا انا راه دابا تقريبا 6 سنوات، وانا كان بقوت الوسواس الخناس اللي فيا دائما دايره ليه كونترول، دائما كنديه ندوز ليه. وكيقول لي الطبيب صراحه، الطبيب هذا واخا طبيب عام خطير البنات، كيدوز مزيان. وصراحه ماشي كندير له اشهار، ولكن عنده خبره، كان في المستشفى العسكري وكيعرف، يعني كيفلي لك الدري كيفلي. وصراحه كيخرج ليه الدواء صراحه، اين فوا كنشري ليه الدواء ديك الساعه كنلقى يعني كينوض تبارك الله ديك الساعه. عمركم شفتوها؟ يعني صراحه الدواء ديالو زوين زوين، كي واخا كنديه المستعجلات ديما خاطئين ليا في الدواء، ديما عاطينو شي دواء كيخنقو كيدير ليه ضرو في المعده. كمدراجعه يعني هذيك اللي غنبدا نرجع ونخسر في ترونسبور، ونبقى غاده وطالعه وداخله طالعه للترام ونازله، ونبقى بلا غدا حتى 6 العشيه، وفهمتوا؟ وفي الاخر كيعطوني حتى حالي كنبقى نديرهم بالثمن، كيقول لك لا راه خطاو ليك هادشي. راه يعني الا جبت لكم الدوسيات ديال المعتمد غادي تخلعوا. معتمد كان يعني دوزها عليا والحمد لله هاد العامين الاخر بخير. مهم علينا، انا ماشي كنش زعما ما نغرد انا نمرضكم بمشاكلي، كل واحد غارق في مشاكله، ولكن انا كنشارك معكم يومياتي اللي غادي تبقى ذكرى بالنسبه ليا وبالنسبه لولدي. ومي غادي يكبر يشوف نينيت شحال قاسيت معاه. المهم البنات صراحه شدني البكي وانا كندير المونتاج. المهم خرج ليه الدواء تبارك الله، غير جي عطيتو الدواء. الدواء ما غاليش بزاف، داير تقريبا 100 درهم. شريت ليه الدواء الكينا، عطيتها ليه في الماء، الحمد لله. قال لي الطبيب ما تفوتيش ليه مده 5 ايام هاد الدواء، وغادي ترجعي عندي عاوتاني كونترول. صافي مهم معتمد بالله، غادي تشوفوني انا كنهضر لكم على الصاله. وهذا انا حيت كنت معوله غادي نخمل هاد الصالون، واكثر يامي قال لي الطبيب ما خاش الدار تكون فيها قطره ديال الغبره. وانا اصلا هاد الصالون عاودت لكم مغبر حيت كنت عيانه. صافي هادشي اللي كاين. صافي دخل معتمد، عطيتو الدواء، عطيتو كلا تبارك الله، ما بقات فيه لا تقيه لا والو.
الفرملية عبرات ليه لقات 39 الحرارة، طلعت لي في الصباح دغيا كيبدا يكحب تيبدا تطلع ليه السخانه، ما هي السخانه ما عندوش. قال لي الطبيب هادشي اللي كتهضري عليه وهاد الكاجو خاصو راديو، ولكن تبعي ليه الدواء مده 5 ايام وان شاء الله غيكون خير، ما تخافي من حتى شي حاجه. ودابا نتبع ليه الدواء وغادي نشوف الا كان باقي كيرد راه غيعطيه ديال الراديو. الحمد لله انا عطيته غير الدواء، ما رد ما حتى شي حاجه، مشى نعس في البلاصه نعس. انا مشيتو نعس ديت عليه الباب خليته كيرتاح، نفست عليه الشرجم وجيت لهنايا بالخف. يعني ما انا تخمالي صراحه تبارك الله دغيا كان ما كنطولش في التخمال، يعني 10 دقائق تنكون ساليت دغيا. البنات غادي نضرب السيقه للدار، وهاد الماكينه غنضرب ليها مسحه، غادي نديها لبلاصتها صافي وغادي نكمل شغلي. كما كتشوفوا دابا ضربت السيقه باش معتمد هكذا يتمشى في النقاوه، واخا راكم كتشوفوا كنقي نقي هادي راه معتمد الحمد لله، راه ما قالش لي راه ما عنده لا حساسيه لا والو، غير هو قال لي بحكم انتي ازماتيك يعني غادي تكون عنده واحد النسبه بحال حساسيه ضد الغبره ضد النقاوه، فهمتوا؟ ديما الدار خصها تكون نقيه، يكونوا الحيوطه ناشفين ما فيهمش البروده. الحمد لله يعني انا كنجلس في الصاله على ود ما تبغاش نجلس في وسط الدار، كنقول جناف فوق يتوسخوا الطلامط، وولدي صحته هي الاولى الحمد لله. يعني انا جالسه دابا في الشميشه ولي فيا ميهنيني صراحه، تهيت شي غديوه فهمتوا، ودرتها المعتمد. معتمد كيموت على هادشي معقوده وهادشي ديال الزنقه، فانا ما كنبغيش نشري ليه شي حاجه الزنقه. جيت لهنايا غادي نشارك معكم واحد الغديوه صيفيه، باقي حنا بحكم باقي الصيف يعني ما باقي الخريف ما بانش فجيت ندير لكم هاد الغديوه هادي. فهاد الغديوه غادي تكون بالفلفله معقوده، فايت شاركتها معكم. كيفاش غادي ندير ليها؟ درت الروز عادي جدا، سلقته ماشي تيتعجن، سلقته عادي وزدت عليه شرموله المغربيه، تحميره، الكامول، شويه السودانيه بطبيعه الحال لا ياكلوها وليداتكم بلا ما ديروها، شويه تحميره مليحه صافي. وغادي نخلطوا هذا الخليط هذا وغادي نعمروا به ديك الفلفله. مي غادي تعمروا هذيك الفلفله، بغيتوا دهنوا الطاوة بالشيته بالزيت ودهنوا الفلفله ودخلوها الفران، انا صراحه بعض المرات كنديرها. بغيتوا تقليوها قليوها اللي بغيتوا، فبجوجهم خدامين. ومن بعد ملي كتقليوا دوك الفلفله كتقشروهم، كتحيدوا داك الجليده وكتحطوهم يعني محيدي لهم داك القشيرات، كتجي بنينه بنينه. وجربوا ردوا عليا، انا كانت قالت لي واحد السيده كنت خدامه معاها كندير لها ديديكات، ما عرفتش واش كتشوفني ولا لا، كنت خدامه مع واحد الطبيبه ديال الاسنان وكانت وراتني هاد الوصفه هادي. وشوفوا دابا راه تقريبا هادي شي 8 سنين وهاد الوصفه وانا كنديرها كتعجبني، وحتى معتمد بالله كتعجبو. المهم دابا غادي نعمر هاد الفلفلات. البنات انا وريتكم المضمون، عمرت الفلفله وقليتها، هو الغدا البنات الفلفله معمره بالرز، جربوها غتعجبكم بزاف. ودرت معقوده وقليت شويه الدجاج وصافي. هنايا هاد العشيه هادي صراحه كنا جالسين انا ومعتمد، شرب الدواء ديالو الحمد لله صراحه ولا بخير، وباباه في العشيه جاي يطلع عليه، جا من الخدمه جاي يطلع عليه وجاب معاه الحلوات لاكريم والموناضه، غير هكذا باش الوليد هكذا فرحانين بيه. راكو عارفين عندنا غا وليد واحد، الله يخليه لينا ويخلي لكم وليداتكم. المهم انا شاركت معكم نهاري والحمد لله، الحمد لله ربي كيتفكرنا ما نسيناش الحمد لله.